السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مهندس أحمد. استكمالا الدرس السابق، في هذا الدرس حندير اكسترود لهذا الشكل، يعني بندير له يعني كأنه جسم ثلاثي الأبعاد. فالدرس السابق درسنا التريم، تو نبو ندرسه كيف يتعامل جسم مصمت أو مجوف للشكل هذا، يعني شكل ثلاثي الأبعاد. فهذا يبان لكم مسقط الأفقي، بينما هذا المسقط الأمامي وهذا المسقط الجانبي وهذا ثلاثي الأبعاد. نضغط على هذه دبل كليك برسبكتيف ونختار، لابد خلي نتأكد من حاجة، تو ما ترص على الواي فريم، تو نرسم على الواي فريم. فالواي فريم تو لو كان درت ضغطت على هذه ودرت اكسترود اللي هي هذه أول واحدة موجودة اكسترود ستريت واخترت الشكل، نضغط اما انتر او كليك الماوس الايمن ونختار، نختار ونضغط على كليك الماوس. هيك يعني مش عارف هذا الشكل كيف، هل هو مجوف مش مجوف، فلابد من ندخل على شيء شيدد اور ريندرد. فهو زي ما بنلكم طلع البرنامج خدعني، لان شيني موجود صار هو عبارة عن مجوف من الداخل. فخلي نحدد الشكل ونضغط ديليت، ثم نحدد الاكسترود ستريت اللي هي اول واحدة من هنا ونختار الشكل، نضغط كليك الماوس الايمن، ولابد ما نغير السوليد الى يس. هيك صار شكل مصمت يعني كامل، يعني غير مجوف. إذا ضغطت على الشكل وضغطت على زر ديليت، نمشي من جديد ونختار الشكل هو اكسترود ستريت، ونختار الشكل نضغط كليك الماوس اليمين ونختار. طبعا تو حاليا يرسم، لاحظ عندك كيف يرسم بعد واحد يركب فوق بس، لكن إذا حددت البوث سايد معناها كلا الطرفين، لاحظ تو يرسم الشكل من الطرفين. طبعا هيك شكل مجوف، اذا ضغطت الماوس حيطلع لك شكل مجوف، لكن لابد ما تخلي شكل مصمت، يعني حسب ما تبيه انت تضغط على الماوس وكذا لشكل مصمت. كويس، نحدد الشكل نضغط ديليت، نختار ثاني شيء اللي هو بالذهاب الى القائمة المساقط الثلاثة هادو بالإضافة إلى ثلاثة الأبعاد، ونبي نرسم شيء باش نفعل حاجة اسمها extrude along curve. extrude along curve لابد ما يكون عندك curve، فش نديرو؟ خلينا نرسم قوس هني، تو مش محدد لي شيء، فلا بد ما نفعل او سناب. نمشي هنا نختار اي نقطة هنا، نجي للشكل هو المسقط هو، وندير قوس بالكيفية هذه. نمشي البرسبكتيف فيو، نمشي هنا نختار اكسترود along كيرف باش يتفعل معاي. نختار الشكل نضغط كليك الماوس الايمن، ثم نختار الجهة هذه. لاحظ كيف بين لك المرة هذه ان الشكل مجوف، لكن دار كأنه كيرف، يعني نبي نديره على اساس انه شكل مصمت. فنختار اكسودالون كيرف لهذا الشكل، نضغط كليك الماوس الايمن، ثم لابد ما تغير سوليد الى يس وتختار الكيرف اللي بديها، هيك ولا شكل مصمت غير مجوف. وهذا هو الدرس المرة هذه، نتمنى تكونوا استفدتوا معي. شكرا جزيلا لحسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.